وجهت البعثات الدائمة لكل من السعودية والإمارات والنرويج لدى الأمم المتحدة رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك حول الحادث الذي وقع في المياه الإقليمية الإماراتية والذي تسبب في إلحاق أضرار بأربع ناقلات نفط. وجاء ذلك في بيان مشترك أن البعثات الثلاثة وصفت العمل بالتخريبي والذي يؤثر على سلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات النفط العالمية، كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم تجاه الجهات المسؤولة عن مثل هذه العمليات التخريبية الاستفزازية. وأشدت البعثات الثلاثة على أن هذه الهجمات تأتي في وقت يتعين فيه على الجهات المعنية المسؤولة في جميع أنحاء المنطقة العمل معا من أجل تخفيف التوترات.